الكويت الوين عاشوا وأهلها واللي يحب الكويت الوين يضحي لأجلها لبيك ما فيها منها والروح تبكي وطنها سمو الأمير وهي الأهل الأمير الشعب الكويتي بعيد الاستغلال وعيد التحرير سامي المنذر رئيس الشعب التوعية وشاهد رجال طوار كبير الأهل والنسب كأنهم حولها العين والعرب كويت والعرب الأهل والنسب كأنهم حولها العين السلام عليكم سعيد العثمان قائد الموقع من شارع الخليج العربي محافظة العاصمة أربع اسماعيل الثاني تملكات سيدي صاحب السمو ولي البلاد شيخ صباح الأحمد أبو الصباح وسماعيل التحرير شيخ نواف الأحمد أبو الصباح بمناسبة عيادة الكويت للتحرير احنا موجودين حاليا هنا بالموقع في القيادة الرئيسية احنا على أهم الاستعداد إن شاء الله بسيارة الإسعاف وفني طوارئ طبية لأي طارئ وإن شاء الله ما في أي طارئ تكتمل فرحتنا للعادة الوطنية وشاكر لكم يعطيكم العافية الله يا حلو الكويت الله الله يا سيدي الكويت الله الله يا حلو الكويت الله الله يا سيدي الكويت عسى عشت لنا الكويت الكويت وعاش وأهلها اسم أمير البلاد بهذا العرس وهذا العيد اللي هو عيد التحرير واتمنى ان الكل يكون خير وسلامة وفرحة شايفين فرحة الناس طبعا بالعيد كامل عساكم على القوة وعسى الله يخليكم عسى الله يطلع كل من سالم غانم فرحان مستانس قولوا آمين بسم الله الرحمن الرحيم سلم الحميد رئيس شعبة عمليات العاجلة بإدارة الطوارئ الطبية مهنة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين والحكومة الرشيدة والمواطنين بعيد الوطني والتحرير طبعا كما هو المتعارف عليه بأن إدارة الطوارئ الطبية باستعداد تام للتعامل مع الحوادث والكوارث وجميع المناسبات والاحتفالات في دولة الكويت وأن قسم العمليات إدارة الطوارئ الطبية قام بمتابعة وتنسيق الاحتفالات الوطنية هذا العام في جميع النقاط والمواقع الطبية وأماكن الاحتفالات وتم فرج في كل موقع مسؤول من العمليات وكما تم فتح موجات خاصة بغرفة العمليات المتابعة وتسهيل الاتصال بالنقاط الفرعية في جميع المواقع بالإضافة إلى استعداد غرفة العمليات في تلقي جميع البلاغات الطارئة على خط الطوارئ واحد واحد والنسب كأنهم حولها العين والهم كويت والعرب الأهل والنسب كأنهم حولها
تهني صاحب سمو أمير البلاد وولي عهد الأمين على هذه الاحتفالية الطيبة اللي تمر علينا وعلى جميع شعب الكويت. طبعا بالنسبة للوطن احنا قاعد نغطي منطقة حولي وانا احد المسؤولين في المنطقة هذه، تغطيتنا من عند الشعب لحد المسيلة حتى من المسيلة، والحمد لله تواجد الإسعافات ومتواجدة معانا السكوتر، طبعا متواجدة عيادات هنا لخدمة الشعب طبعا. واتمنى في هذه الاحتفالية ان شاء الله علينا الفرح والسعادة ان شاء الله على ديرتنا الطيبة، واتمنى من الاخوان يساعدونا الناس ويساعدونا الجمهور، وان شاء الله الله يتم علينا الفرح ان شاء الله. حبها في قلبي مثل حبها بحبها يا أوطى.